مبسوطه يا ست سامح؟ اديني فضيت لك القهوه عشان اكتب عليك، يعني موت وخراب زياره كده برضو يا ميمي. بص عليك يا بنت، بارك معاك. ده نحلة انا يا كبيره، هيقل لنا بقى الجو. العين دي عليك احلى شويه. عم جد كيف؟ عم جد اتفضل يا مولانا. اهلا وسهلا. سلام عليكم. ازيك يا عم جد؟ اتفضل، نورت. اهلا وسهلا. اهلا يا مولانا. اهلا. كان لازمتها يا اولاد السرعه دي، ما كان ممكن تستنوا لغايه الصبح. يا خليها الصبح فعلا احسن. لا يوب، اقعد يلا يا مولانا والنبي وخلص. اكتب الكتاب يعني وانتوا بالمنظر ده كده؟ ايه يا مولانا، مالها مناظرنا؟ ما احنا زي الفل قدامك اهو. ما تشوف شغلك يا عم جاد، في ايه؟ انتوا شاربين حاجه يا ولاد؟ لا لا الا الله يا عم جاد، احنا كنا بمشكله ولسه جايين. هتجوزنا ولا نحرف انا والبنت؟ لا والنبي. معاك بطايق؟ ما انت من نفس 16 سنه. في هضنة معاك؟ مالك يا عم جاد؟ وبعدين يا ابني، هات بطاقتك يا ابو لسان طويل، انت اللي عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. مبروك يا موحى. مبروك يا ميمي. عقبالك يا بنت. هتسمعيني زغروت؟ خلاص. ايه يا جيجي، مالك؟ كفلة الشر. هيطلعوا عليا وسرقوني. يا لهوي، فين؟ بره عند الحوادية. وجرالك حاجة؟ أنا كويسة والحمد لله. آدي آخرة المرمطة في شغلك وسهرك في نصاص الليالي. فيها إيه يعني لو كنت وافقتي بأي حد من اللي بيتقدمولك بدل التعليقة اللي معلقها لك بسلامته دي؟ بقولك إيه ياما، مش كل واحدة اتجوزت راجل ستتها. في كتير قوي متجوزين ورجالتهم رامينهم رميه الكلاب وما بيجيلهمش غير لما شوهم يجيلهم. ولا انت نسيتي؟ سيبيني في حالي بقى. في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبي. ممكن اعرف يا سنين، انتوا معطلينا لغايه دلوقتي ليه؟ مستنيين ديبو عم جاد. وهي الجوازه دي ما تنفعش من غير ديبو؟ ما تنفعش عم جاد، كفايه سيك. اخويا مش موجود، دياب لازم يبقى موجود على الاقل في اول جوازه. اول جوازه في عيالي. انت رميت تتجوز عليا تاني ولا ايه؟ هو انا حمار بيت اتجوز عليكي؟ غير يا يوسف، فين دياب يا عم؟ يا عم جاي في السكه، ما انا كلمته. شربتها نحلة. لا يا كبير، والله ما بعرف ازعلك ولا زغرطك. مبروك يا ميمي. مبروك يا سماح. ازيك يا عم جاد؟ يا اهلا يا ستيان. لما انت عارف ان في جوازه جاي متاخر ليه؟ ما كانش يعرف يا عم جاد، ما كانش يعرف. اقول لك على سر، ولا عايز كان يعرف. انت تعرف يا ميمي؟ ومصحف معك اهو. والله العظيم نهايته. اديني بطاقتك. بطاقتي؟ اوه ماي جاد، دي ضايعه من امبارح. يا ليله سودا ومطينه بطين. شاهد يا واد النحله وهات بطاقتك. انا يا سماح في ايه؟ انا معايا العزيز الغالي باسبوري. خد ياض. تعالى اهو. بقول لك يا عم جاد، اختم له عليه يمكن يستبارك وياخد الفيزا. النبي ربنا يسمع منك يا يوسف يا رب يا اخي. بقول لك يا عم جاد، انجز والنبي انجز الجواز العرفي دي. ايه يا ميمي، عرفي برضه ولا ايه؟ عرفي اهو. عرفي في عينك. ميمي، عرفي في عينك. وانت جاي على ايه؟ مش حاجة، كنت بنت عمتك. خلاص خلاص خلاص، انت هتعيط يا بنت. انا بهرج. خلاص يا دياب، مش رسمي المرة دي. رسمي رسمي. مبروك يا سماح. مبروك. على بركة الله، على بركة الله. مبروك يا موحى. مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. خلاص يا رب. الكلب الجزمة. مالك يا حبيبي، في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، اطلعي انام انت. لا يا روحي، انام ازاي بس وانا شايفاك مش مظبوط؟ قولي بس مالك، في ايه؟ مفيش حاجه. الخواجه كان مديني ميعاد الليله عشان يديني بقيه الفلوس بتاع الشغل اللي اخده. قافل الموبايل بتاعه وما بيردش عليا، شكله كده مش مريحني. يا حبيبي ممكن يكون نايم او حصلت له ظروف. اطلع انت نام وارتاح، وبكره ان شاء الله ابقى اكلمه الصبح. لو ظني في محله مش هيبقى فيها الصبح، هيكون خلع. قصدك يعني يبقى نصب عليك؟ ملهاش اي معنى تاني. طب وانت يا حبيبي هتعمل ايه؟ تلاقيش كل مشكله ولا حل. يلا يا شيماء، يلا يا شهد، اصحوا اصحوا. ايه اصحوا؟ يلا يلا. ايه في ايه؟ اصحي بقول لي. ايه امك جرالها حاجه؟ امك اتكهربت يا شيماء. يلا اسود. يا بنت بهزر معاك، امك من كهربا خلقه. يلا إيه؟ عشان الرايه وسماح كتبوا كتابهم، عايزين نهز لهم شويه. ايه ده، كتبوه امتى دول؟ هم كتبوه هنعمل ايه؟ يلا بقى اصحوا، اروح اصحوا امكم. يلا فوقوا كده. فاهمه حاجه؟ لا ايه ده، مين كتب على مين؟ Start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hey, papi. لا يا حبيبي لسه صاحي ما نمتش. داني؟ لا ما اتصلش.
يا بابي قلت لك ما تديهوش الحاجه غير لما تاخد الفلوس كلها، ما سمعتش كلامي. طيب طيب خلاص، احنا بنتكلم بعدين، فكري في اللي قلت لك. صباح الخير، باي. دي غاليه؟ ايوه، مش راضيه تيجي تقعد هنا ولا راضيه ابعت لها حراسه تقعد معاها. طب يا حبيبي انت شاغل دماغك بيها ليه؟ ما احنا كل ما نكلمها في الموضوع ده تقول انا عارفه انا بعمل ايه. وبعدين يا حبيبي انت عارف ان هي دماغها عناديه ودماغها ناشفه جدا. يلا يلا عشان خاطري بقى اشرب الليمون وهشغل لك فيلم. يما يما في ايه؟ يما ايه؟ يما انا اتجوزت. اغربي، مين اللي اتجوز؟ انت اتجوزتي؟ ايوه يما. يا خسرتي اتجوزتي؟ ايه يما مالك بتتحرجي كده ليه؟ يا خرابي يعني كده اهو، كده اهو يا موحة، كده اهو يا موحة، في ايه في الحتة يا موحة؟ كده اهو يا موحة، تيجي بلدي شفتي في التراب يا موحة. اخسع بس يا اخسع عليكي يعني 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 اديني يعني يعني ايه يما بس ركزي بقول لك اتجوزتي اعملي فيا كده وانا عروسة يما؟ عروسة عرسة تاكل في دماغي فيها يما؟ ليه بقول لك اتجوزتي؟ عملت لك ايه يا خرابي؟ يا ريت تضربها. عملت ايه؟ والنبي يا اخويا ما تضربها البت ده. معلش معلش ما تزعلش مني. ياما خنقتوني. خرجت من البيت واتجوزت يا اخويا، رجعت متجوزها. يا عمتي ما انا اللي اتجوزتها، انا اللي اتجوزتها والله. لو النبي لو انت اللي اتجوزتها اعمل ايه يا ولاد؟ الف مبروك يا الف مبروك يا موحى يا حبيبتي. دلوقتي الف مبروك يا موحى. يا بنت بحب امك يا بنتي. ماما وانا قلت لك ايه؟ ماما بقول لك الحمد لله ما طلعتش من حد غريب. يا يعني ده انا قلبي راح يا ريت، والله قلبي راح حبيبتي. Hi. The piece is beyond excellent. Prepare the money as I'm not staying in Cairo for no more than 24 hours. Okay. Thank you. Bye-bye. ما تزعليش يا جيجي، ما تزعليش. انت لو كنت استنيتي اروح اجيبك ما كانش ده حصل. صح يا نص، ما كانش ده حصل. طب ايه رايك نروح نكلم ابويا ونشوف ابوك يعني ايه؟ ابوك ايه اللي هنكلمه؟ ابوك لو كان عايش هنا حاجات كتير قوي ما كانتش حصلت. بقول لك ايه، ما تجيبش سيره ابوك ده تاني خلاص؟ اهدي اهدي، وانت من بكره هتشوف انا هعمل ايه. شو الراجل بتاعك؟ تعالى هنا. انت الراجل بتاعك بذمتك انت حد يتجوز بالطريقه دي؟ الواد ده مجنون وهيعيش ويموت مجنون. محدش يعملها غيره. بس عارف هو عمل الصح. عمل اللي انا وانت ما نعرفش نعمله. لا يا صاحبي اتكلم عن نفسك، انا ماليش في الحوار ده خالص. عارف يا يوسف وانا قاعد مع نفسي كده بفكر يا اخي انا مأجل موضوع جيجي ليه؟ عشان معيش فلوس، عشان مزنوق، بصرف على البيت وعلى اخواتي، ولا عشان خايف من الجواز، ولا عشان مش عايزها، ولا عشان ايه بالظبط؟ يا عم ما تكركبش دماغي وحياه ابوك، سؤال سؤال عشان اعرف افيدك. تفيدني بايه؟ هي مقربه لوحدها، اللي اتجوز يبقى قد المسؤوليه، ما اتجوزش اساسا. انا خايف يا صاحبي. خايف اشيل شيء انا مش قدها. خايف يبقى عندي قرطه عيال يتربوا زي ما تربينا ويتعلموا زي ما اتعلمنا، وفي الاخر يطلعوا زينا. في ايه يا جدع؟ ما احنا زي الفل كلنا الحمد لله. يا يوسف بتضحك على نفسك ولا عليا؟